الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال مراسل أخبار الآن إن انفجار عبوة ناسفة بمخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية أسفر عن 4 قتلى معظمهم أطفال وعشرات الجرحى، وهذا ويشهد مخيم الركبان وفيات بشكل يومي جراء نقص المياه والمواد الغذائية التي زادت من معاناة حوالي 80,000 لاجئ سوري. قال ناشطون اليوم إن 5 مدنيين قتلوا جراء قصف جوي يرجح أنه لقوات الأسد على مدينة دوما وبلدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق جنوبي سوريا. يأتي القصف رغم استمرار العمل باتفاق مناطق تخفيف التصعيد المتفق عليه في محادثات أستانا، والذي يشمل الغوطة الشرقية و3 مناطق أخرى. قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم إن الجيش سينفذ عملية في منطقة جرود عرسال بشمال شرقي لبنان عند الحدود السورية، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. ووصف الحريري خلال كلمة له في البرلمان العملية المزمعة بأنها عملية مدروسة، وأضاف أن الحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الملف الأمني. ومن داخل البرلمان اللبناني أكد الحريري أنه لا يوجد تنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الأسد في سوريا حول هذه العملية. أعلنت الأمم المتحدة أن التداعيات الإنسانية لمعركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش فاقت أسوأ توقعات المنظمة. وقالت المنسقة الأممية للمساعدة العراقية الإنسانية للعراق ليز جراندي في مؤتمر صحفي عقدته إن الأمم المتحدة أعدت خلال التخطيط لعمليات تقديم المساعدات الإنسانية لسكان الموصل أعدت 3 سيناريوهات لهذه الحملة، هي الأرجح والأحسن والأسوأ. وذكرت جراندي أن تكاليف إيواء النازحين لمدة 3 أشهر تتجاوز مبلغ 180 مليون دولار، ول6 أشهر تتجاوز مبلغ 300 مليون دولار. نجحت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بالتقدم نحو أولى مناطق محافظة صنعاء من اتجاه مديرية صرواح في مأرب بعد مواجهات خاضتها مع الميليشيات. وقال مصدر عسكري إن قوات الشرعية عبرت مناطق تفصل بين محافظتي مأرب وصنعاء ووصلت إلى مناطق تابعة لمديرية خولان شرق محافظة صنعاء، كما أصبح الخط الرابط بين صرواح وصنعاء تحت السيطرة النارية للجيش. أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار إبقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران. وقالت الخارجية الأمريكية أن نشاطات إيران خارج إطار الملف النووي تؤثر سلبا في الأمن والسلام. شكرا.